تعالوا بقى نتعرف على الأخبار الرياضية بشكل عام في كافة الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. نروح ونعرف أهم الأخبار دي من زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي. مريم صباح الفل عليك. بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواندو، وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هيكون معانا جولة لأبرز الأخبار على كل المستويات سواء العربية أو المحلية أو العالمية، والبداية من بوابة الأهرام. منتخب الشباب يواجه نجوم والدين اليوم باستاد القاهرة. طبعا النهاردة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين هيواجه فريق نجوم المستقبل في تمام الساعة 4 عصرا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة. طبعا في بداية الأسبوع الثالث من المعسكر المفتوح اللي بدأ منتصف نوفمبر الماضي، وهيتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، ده طبعا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021. من موقع يورو سبورت، الرجاء البيضاوي يفوز بلقب الدوري المغربي. طبعا حسم فريق الرجاء البيضاوي لقب الدوري المغربي بعد جولة أخيرة من المسابقة ليفوز بالدوري للمرة ال 12 في تاريخه. استطاع فريق الرجاء تحقيق فوز مهم على ضيفه الجيش الملكي في قمة الجولة ال 30 بعد طبعا ما تقدم الضيوف بهدف كنادو، وتعادل عبد الله الحفيظي في الدقيقة ال 62، ثم برضو نفس اللاعب سجل الهدف الثاني في الدقيقة 90. طبعا عايزين نقول ان تصدر الوداد قائمة الاكثر تتويجا بالدوري برصيد 20 لقب، يلي الرجاء بتساوي مع الجيش الملكي لكل منهم 12 لقب. طبعا عايزين نقول ان بيستعد الرجاء لمواجهة الزمالك الاحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وهيقابل الفائز منهم مع المتأهل عن مواجهة مصرية مغربية أخرى بتجمع بين الأهلي والوداد. من شبكة سكاي نيوز، احتفالات في شوارع لوس أنجلوس بعد فوز ليكرز بدوري كرة السلة الأمريكي. طبعا حصد فريق لوس أنجلوس ليكرز لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة ال17، وده طبعا بيعادل الرقم القياسي بعد التفوق 106-93 على ميامي هيت ليفوز بالنهائي 4-2، والذي حسم على أساس الأفضل في 7 مباريات مساء أمس الأحد. طبعا بسبب هذا الفوز، يعني اللي اعتبروا مشجعي فريق السلة فوز عظيم، شهدت شوارع لوس أنجلوس احتفالات صاخبة بمناسبة هذا الفوز. طبعا لأن ده يعتبر الفوز ده الأهم في بطولة في عالم كرة السلة، حيث عادل فريقهم كمان الرقم القياسي لبوستن سيلتكس في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الأمريكي. طبعا عايزين نقول ان اختتم ليكرز موسم يعني غير مسبوق بسبب توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا واستئناف الموسم في شهر يوليو الماضي. طبعا أقيمت كل المنافسات بعد استئنافها في ديزني وورلد في فلوريدا. عندنا كمان لكل المهتمين بالنجم البرتغالي طبعا كريستيانو رونالدو، هو اعلن بشكل رسمي موعد اعتزاله من شبكه ESPN الاسبانيه. رونالدو بيعلن موعد اعتزاله لكره القدم. طبعا اعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موعد اعتزاله لكره القدم، وقال بعد سنوات طويله طبعا مع منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد وكمان ريال مدريد ويوفنتوس الايطالي. قال رونالدو في تصريح مقتضب جدا لشبكة ESPN الإسبانية ان هو هيكون كاس العالم او ستكون كاس العالم 2022 الأخيرة لي في عالم كرة القدم. طبعا عايزين نقول شوية من انجازات النجم البرتغالي في عالم كرة القدم. عايزين نقول ان هو الذي يبلغ طبعا من العمر 35 عام شارك مع منتخب بلاده في بطولات كاس العالم 4 مرات 2006 2010 2014 و2018. كمان كانت ابرز انجازاته في المونديال التأهل الى نصف النهائي في مونديال 2006 بألمانيا. كمان توج رونالدو مع منتخب بلاده بلقب بطل كأس أمم أوروبا يورو 2016 لأول مرة في تاريخه، وأحرز بقميص المنتخب البرتغالي 101 هدف.
واخيرا يعني مش عايزين ننسى نفكر مشاهدينا بجدول مباريات اليوم الاثنين. عندنا حرس الحدود والزمالك في تمام الساعه 8 مساء، نادي مصر والانتاج الحربي في تمام الساعه 3 عصرا، وكمان الاتحاد السكندري والمصري في تمام الساعه 3 عصرا. دي كانت جوله في ابرز الاخبار الرياضيه على جميع المستويات العربيه والمحليه وكمان الدوليه. بشكركم جدا، عوده للاستوديو مره اخرى. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه مريم سمير.